فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. وقفنا عند قوله قول المصنف في المقدمة المتعة لهذا المسند، مقدمة من أمتع ما تكون، وهذه المقدمة من أمتع ما تكون، يحتاج فيها المرء إلى أن يعيدها مرات ومرات. نعم. قال المصنف: حدثنا أبو النعمان، حدثنا ثابت بن يزيد، حدثنا هلال بن خباب قال: سألت سعيد بن جبير قلت: يا أبا عبد الله، ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. ماذا أفعل؟ كيف أقول؟ بالله عليكم أفهموني، كثير كثير يريدون إسقاط العلماء ولا يعلمون أنهم يقطعون طوق النجاة، ولا يفهمون كيف يفعلون أنهم يجعلون الواسطة الذي بينهم وبين ربهم جل في علاه أضعف ما تكون. فإنكم لن تعقلوا عن ربكم ما يريد منكم إلا بهم، لن تسيروا سيرا يرضي الله عنكم إلا بهم، لن تحققوا القضية الكبرى الحكمة من خلقكم إلا بهم. فكيف تسعون إلى قطع هذا الحبل الموصول بينكم وبين ربكم؟ كيف تسعون إلى تطويق أو تقويض مكانة هؤلاء الذين جعلهم الله جل في علاه مصابيح الهدى؟ الأمر عجب. من قوض مكانة العلماء فليعلم أن الله خذله ولا رفعة له بعد ذلك. قيل لسعيد بن جبير: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. وأيضا قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك بن إسماعيل، حدثنا مسعود بن سعد الجعفي، عن عطاء بن السائب، عن عبيد الله بن ربيعة، عن سلمان قال: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم أو يعلم الآخر. فإذا هلك الأول قبل أن يعلم أو يتعلم الآخر هلك الناس. رحمك ربي رحمك، رحمك ربي رحمك، عليكم السلام. وأخبرنا محمد بن الصلت، حدثنا أبو كدينة، عن قبوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: أمين رضي الله عنك محمد وريم أحسن الله إليكم جميعا. قال: هل تدرون ما ذهاب العلم؟ قلنا: لا. قال: ذهاب العلماء. والله هذه المقدمة مرعبة جدا. ليت الناس يفقهون، ليت الناس يعلمون، حقا إنها مرعبة. ولذلك قلت قد تظهر هذه المقدمة أو هذه الأثار في المقدمة غباء الناس وعدم فهمهم والتسرع والعجلة، نعم، وفقدان أبواب النجاة. أيها النبي الحسين الجراح أحسن الله إليك، أقول إخوتي الكرام، في الحديث الأول سئل سعيد بن جبير: قلت: يا أبا عبد الله، ما علامة هلك الناس؟ قال: إذا هلك علمهم. أولا لنا مسائل في هذا الحديث. في قولي يا أبا عبد الله الكنية، فالكنية تعظيم، من أدب الحديث أنك تعظم من تحدثه فتكلمه أو تناديه بكنيته، لا تلقبه. لا، كان من أدب العرب أنهم إذا أرادوا تعظيم أحد عظموه بالكنية، عظموه بالكنية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤلف أو يتألف عبد الله بن أبي، يعني ابن سلول، فكان يكنيه، يعني يكلمه بالكنية، أدب عند مخاطبة العلماء، وفيه توقير العلماء، وفيه إظهار مكانة العلماء. أعتذر عليكم. فقال: يا أبا عبد الله، ما علامة هلاك النساء الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. عامة كما قلت، توقير العلماء يأتي بكل الخيرات، لأن الإنسان قد يفقه عن العالم ما قال، والعالم يعطيه كل ما يملك
من إذا 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 كان في هذا الباب يعني مؤدبا مهذبا، يعرف القدر ويعطي الفضل لأهله، ويسمع ويبتدئ الكلام بحسن الخطاب. ولذلك لما قال يا أبا عبد الله كناه من أجل بيان فضله، قال ما علامة هلاك الناس؟ سأله خوفا على نفسي وعلى غيره، ما علامة هلاك الناس؟ إن شاء الله أستاذ محمد تحت أمرك، ما علامة هلاك الناس؟ فقال إذا هلك علماؤهم، وهذا جاء يعني نصا وإشارة ومن اللازم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يقول الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا فقد الذين يستنبطون فكيف يفعلون في عضل المسائل وفي المسائل التي يشتبك فيها الأمر ويختلط ويلتبس ولا يعلم المرء أين النجاة. وأيضا في قول تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإذا ذاب أهل الذكر إلى من يرجعون؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا انتزاع من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا 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 لم يبق عالم لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة. نعم اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك بكى الصالحون على موت العلماء وقالوا إن لم نجد الخلف ذهبت الدنيا. ولذلك إن الله جل وعلا يجعل للأمة للعلماء خلف، فقال هلاك الأمة أو علامة هلاك الناس إذا هلك علماؤهم فهم طوق النجاة. آسف إذا كان علامة هلاك الناس هلاك العلماء، وحقيقة الأمر أن الله تعالى ما جعل طوق النجاة إلا بالعلماء، وما جعل الخير إلا في العلماء، وإن الله تعالى جعل الدنيا بأسرها أرض يعني أصل في سيرها إلى ربها إلا باستقامة الدنيا بوجود العلماء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني يعلمهن قليل من الناس. لذلك لا تستغرب أن كثير من السلف كانوا يقولون أعطي عمري للإمام فلان، أعطي عمري للعالم الفلاني، وكان يبعثون البخاري يقول دعوت الله أن يأخذ من عمري ويعطيك. وأما الحديث الثاني قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا زال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر، يعني يبقى العالم حتى ينشئ عالما وحتى ينشئ الله علما. في قول لا زال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر، فإذا هلك الأول قبل أن يعلم أو يتعلم الآخر هلك الناس. والمعنى هنا كلما أنشأ الله عالما بعد عالم وعالما يخلف عالما، فإن الله تعالى أراد للدنيا البقاء وأراد للناس النجاة. والحديث الصريح في ذلك قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا انتزاعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير العلم فضلوا وأضلوا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. إذا انتشرت الرويبضات فقل على الدنيا السلام، إذا انتشرت الرويبضات فقل على الدنيا السلام. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا. الفوائد المستنبطة: العلماء طوق النجاة. اتفضل سيدي، اتفضل يا شيخ، أنا أقرأ ما كتبته تحت أمرك، أنت رجل مؤدب يا حنبل الهوى. أنا تحت أمرك، قل ما عندك وأنا تحت أمرك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيتها الأخت الفاضلة رضي الله عنك، نسأل الله أن يحفظك ويحفظ بك. نعم، إذا من أهم الفوائد
العلماء طوق النجاة لهذه الأمة. وجوب الرجوع إلى العلماء. الأدب في الحديث يجر الخير. قال يا أبا عبد الله، عندما تفضل أحمد رضي الله عنك ونصر الله بك الملة وجعلك دائما محافظا على ما أنت فيه من اعتقاد وعمل ومدافعة عن أهل الخير وعن أعراض العلماء النبلاء، الله يجعلك دائما محتسبا عند الله جل في علاه. حسن الأدب في العرض يجر الخير في العلم. حسن الأدب في العرض يجر الخير في العلم. قال ابقوا حتى ننتهي. طيب يا رب يرضى عنك يا أحمد، وأنا أعلم ذلك، وأنت كذلك عندي، وأنت كذلك عندي. الله يرضى عنك، الله يرضى عنك، ويجعلك دائما نصرا للدين وذبا عن عرض العلماء الربانيين. حفظك ربي، الله يجعلنا منهم، الله يتوب علينا ويغفر لنا. الله المستعان. إذا قلنا حسن الأدب يجر الخير في العلم. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.